الدكتور أكسل بابنهورست أن السفير الأسترالي الجديد سأقدم أوراق الاعتماد إلى الحكومة القطرية قريبا، وأن السفير الأسترالي الأول لدى قطر المقيم في قطر، يعني سيفتتح السفارة الأسترالية الجديدة بعد عدة أشهر. أنا وصلت إلى قطر وزملائي أيضا من أستراليا وصلوا إلى قطر، ونحن نبدأ العمل هنا. وطبعا عندنا بعض الأولويات، مثلا بناء العلاقات التجارية الاستثمارية السياحية الثقافية والتعليمية. وهذا طبعا يعني وظيفة كبيرة لي، ولكن سأكون نشيطا وسأقدم لكم بعض المعلومات عن العلاقات حتى الآن ومشروعي بالنسبة للمستقبل. أولا، قيمة التجارة بين البلدين مليار وسبعمائة ألف دولار أسترالي، وصادرات الأسترالية إلى قطر المشهورة هي اللحم والمواشي والخضروات والسيارات، لكن أيضا العلاقات الإنسانية موجودة. مثلا هنا يعمل 500 ألف أسترالي في عدة مجالات، مثلا الصحافة، الطب، الهندسة، والبنوك، وأيضا المؤسسات المحلية القطرية. وهل السفارة تقدم كافة الخدمات القنصلية فيما يخص التأشيرات والزيارات وغيرها؟ كل الخدمات تتم في السفارة الجديدة في قطر. السفارة تقدم معلومات عن تقديم تأشيرات أسترالية، ولكن الإجراءات للتأشيرات يعني أو قرار التأشيرات ستستمر مثل الماضي. يعني الناس هنا يستطيعون أن يقدم الطلب للتأشيرة عن طريق موقع وزارة الهجرة في الإنترنت، أو عن طريق شركة التسهيلات التجارية، عفوا التأشيرات، قريب من المطار القديم هنا كما في الماضي. هذا لن يتغير في المستقبل. نعم. وكيف ترون العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد افتتاح السفارة؟ نعم، العلاقات الآن جيدة جدا وسينمو في المستقبل، ستنمو في المستقبل. أعتقد يعني بالنسبة للسياسة، التعاون جيد بالنسبة مثلا سوريا ومكافحة داعش، وبالنسبة يعني
الظروف في المنطقة، وأيضا بالنسبة يعني المسافرين إلى أستراليا، أو يعني تبادل الزيارات من الأستراليين والقطريين. هذا كل شيء جيد، وأيضا العلاقات التجارية جيدة، ولكن أتمنى ستنمو في المستقبل. وأيضا العلاقات الاستثمارية والتعليمية، يعني عند أستراليا جامعات جيدة، عندنا 6 جامعات في 100 الأولى من تايمز هاير إدوكيشن سبلمنت، يعني عندنا جامعات ممتازة على المستوى العالمي. أيضا يعني أستراليا مكان جيد للسياحة للقطريين، خصوصا في هذا الموسم، لأن الآن في أستراليا شتاء، وفي شمال أستراليا في منطقة شعبية للقطريين اسمه جولد كوست، الساحل الذهبي، يعني منطقة آمنة جدا، جيد للعائلات، يعني للأطفال نشاطات موجودة مثلا ديزني وورلد، نوع من حديقة الحيوانات، في مطاعم، في أسواق تجارية، يعني منطقة جميلة للسياحة. أيضا مدينة سيدني جميلة، الميناء جميل جدا، ولكن أيضا يوجد الريف جميل، الريف مع الغابات، مناطق زراعية، وأيضا قطر موجود في قطاع الزراعة في أستراليا، ولكن أيضا في مناطق صحراوية، وعندنا جمال في الصحراء الأسترالي بسبب المسلمون، عفوا المسلمين الذين جاءوا الأستراليا في بداية التاريخ الحديث لأستراليا، يعني عندنا تاريخ قديم للمسلمين في أستراليا. هنالك بعض المشاريع الإنشائية في قطر، مشاريع الكونستراكشن، هل هنالك مشاركة لأستراليا في هذه المشاريع، خاصة وأن قطر مقبلة على كأس العالم 2022؟ نعم، هذا صحيح، شركات أسترالية موجودة هنا، مثلا وولي باسنز و جي اتش دي و أوريكون، في شركات أسترالية موجودة هنا في قطاع الهندسة، ويشاركون في بناء البنية التحتية لكأس العالم 2022. وأيضا بشكل عام يعني في قطاع المترو، قطر ريل، موجود الأستراليين أيضا. هل لديك أي رسالة للمواطنين المقيمين والقطريين؟ يعني message for the Qatarian resident in Qatar. نعم، أعرف أن كثير من القطريين لم يزوروا أستراليا بعد، ولكن أستراليا أصبح قريبة جدا الآن، 4 رحلات لخطوط الجوية القطرية، أربع رحلات
أربع رحلات، نعم أربع رحلات للخطوط الجوية القطرية يوميا إلى أستراليا. الفرص جيدة لنتعرف بعضنا بعضا الآن، وأستراليا بلد جيد للسياحة وللتعليم وللتجارة، وأتمنى وأن أوفر بعض المعلومات أيضا عن طريق الوسائل الاجتماعية تويتر. ماذا تجد في أستراليا عندما تزور أستراليا؟ نعم شكرا.